ونروح نستعرض مجموعة من الأخبار الهامة اللي هتحصل النهاردة بمشيئة المولى عز وجل. يمكن أهمها أن النهاردة هيتم فتح باب تظلمات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة. كمان النهاردة البرتغالي ريو فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول هيعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين للمعسكر اللي جاي. ده غير ان النهاردة كمان في مباريات مهمة في الدوري الانجليزي، هنتابع اهمها في هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التربية والتعليم هتفتح باب التقدم بطلبات التظلم للدور الثاني للثانوية العامة 2022، وهيستمر لمدة 7 أيام للطلاب الراسبين في الدور الثاني والطلاب اللي أدوا الامتحان بالدرجة الفعلية. النهاردة هيعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قائمة اللاعبين المحترفين للمعسكر اللي جاي، واللي هيخوض خلاله الفراعنة مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا، وده استعداداً للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2024. النهاردة كمان هيعقد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤتمر صحفي الساعة 3 العصر باستاد الإسكندرية للحديث عن معسكر المنتخب اللي انطلق الجمعة اللي فاتت في إطار الاستعداد لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. والمعسكر بيشهد تواجد 30 لاعب تم اختيارهم وأدوا تدريبهم الأول بالإسكندرية وسط أجواء جادة وحماسية. لعشاق الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة 6 من عمر المسابقة. هيلتقي ليستر سيتي مع برايتون الساعة 3، وهيلتقي مانشستر يونايتد مع أرسنال في لقاء قمة الجولة الساعة 5:30 العصر.